أؤكد على احترام الطرح الآخر والرأي الآخر، ولا يجوز أن يشكك أبدا أبدا في نية من يقول لا، ولا يجوز له هو أن يشكك في نية من يقول نعم. المهم أن نشارك جميعا. أسألكم بالله لا تكونوا سلبيين، فالسلبية مدمرة، وإن تأخرنا سنداس بالأقدام، إن تأخرنا وتخلفنا سنداس بالأقدام. اذهب أنت وزوجك وأولادك ممن استخرجوا بطاقة الرقم القومي، اخرج غدا وصوت بما تشاء وبما تريد. المهم أن تشارك، صوتك الآن أمانة، فاذهبوا شارك، قل نعم قل لا قل ما شئت، المهم أن تخرج. أسألكم بالله انبذوا السلبية، اعملوا، تحركوا، قدم صوتك وصوتك أمانة، لتتدرب في المرحلة القادمة على أن ترشح وأن تقدم من تراه مناسبا لدينك أولا ثم لمصلحة بلدك. لا تكن سلبيا، الصوت الآن فارق حقيقي. اخرج غدا، عبر عن رأيك. أسألك بالله اخرج وقل ما شئت، خذ بقولي وقول إخوانك من المشايخ أو خذ بالقول الآخر، لا حرج، المهم أن تخرج. وأريد أن أطمئن الشباب وأطمئن الأمة بأننا لسنا أمام مأزق حقيقي إن قلنا نعم أو قلنا لا، لأن البعض بيصور لنا إنه لو قلنا نعم أو قلنا لا فنحن أمام خيارين قد يعرضون البلد لمحنة. لا تخف من هذا التضخيم المتعمد لإثارة الفتنة والبلبلة. عبر كيفما شئت وأنت مطمئن. لكل واحد ألا بشواكي أفضل من أن نعم، لأن أنا أقول نعم وخلاص الواحد يعني واجه أفضل من أن نعم من قال لأن واجه أفضل لأن واجه أفضل كل واحد أفضل من كل واحد أفضل عايز أقول لهم أنا مصري وأنت مصري، أنا مسلم وأنت مسلم، مصر محتاجة ومحتاجة والإسلام محتاج ومحتاجة. أنا عايز أقول لك إن ربنا فتح علينا مش عايزين نضيع بعد ربنا كلنا. انا عايز اقول لك ان عشان ربنا ينصرنا لازم احنا نبتدي بعيد واحده، لازم احنا نؤمن بيه. انا مؤمن باحتيال مصر ليه، انا مؤمن باحتيال مصر لكل واحد وواحده، انتوا صوتكم بس من اجل مصلحه الامه اللي ايه، ومن اجل مصلحه الوطن ده، ومن اجل مصلحه وطننا وامتنا وبيتنا. انا مؤمن بيه، مش مختلف مع الوقت اللي انا شغال فيه. اشبك في نفسي، اشبك في اخويا، اشبك في حبيبي وسندي. اوعى تفتكر ان انا ببص ان في حاجه واحده ان انا ببصر واحد بقدر، هو الجسم بيتشكل مع بعضه، هو الكلى لو خلقت الكلى فهو الجسم يموت. مصر